أسماء الله الحسنى، هذا العنوان الكبير اللي هذه الحلقة خصصت للحديث عنه. بداية، ما هي أسماء الله الحسنى وما الفرق بين أسماء الله وصفاته؟ أولاً، تعدد الأسماء والصفات يدل على العظمة. لما إنسان تكثر ألقابه دل على قيمته، دل على مكانته. إحنا بنقول مثلاً في الجيش على سبيل المثال، بيقول لك الرائد، الركن، الطيار. طيب، الرائد، الركن، الدكتور، الطيار، لما تذكر مجموعة صفات يدل على قيمة هذا الإنسان. فما بالك بمن له 99 اسما، كل اسم منها يدل على عظيم قدرته وصنعته سبحانه وتعالى. كل اسم منها يصف ذاته. ولذلك لما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، اللي بحفظها بدخل الجنة. شوف المثوبة، وهذا واحد من دلائل عظمته. احفظ أسماء الله 99 وتفضل ادخل على الجنة.